دلوقتي تعالوا مع حضراتكم نتابع أهم الأخبار اللي هتحصل النهاردة، أهم المباريات اللي هتتلعب في بطولة كأس آسيا. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فهيفتتح المركز القومي للسينما بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية فعاليات نادي سينما الطفل، وده في تمام الساعة 6:00 مساءً. الافتتاح هيكون بعرض مجموعة من أفلام التحريك إنتاج المركز القومي للسينما. النهاردة هتطلق مقرأة الفتيات القارئات بمسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها الساعة 11 الصبح، وده في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالفتيات من حفظة القرآن الكريم وحرصها على تعليمهم قواعد النطق السليم على الوجه اللي بيعين على حسن قراءة القرآن الكريم وتدبره والعمل على إبراز النماذج المتميزة منهم. النهاردة وكالة ناسا ستطلق قمر صناعي كبير بتبلغ تكلفة عدة ملايين من الدولارات لمكان محجوز في مدار الأرض، بيستهدف القمر دراسة كوكب الأرض والمحيطات. النهاردة العشاء الكرة الأسيوية موعدهم مع مباراة قوية في إطار الدور نصف النهائي لكأس آسيا، هتجمع المباراة ما بين منتخب الأردن ومنتخب كوريا الجنوبية الساعة 5 مساءً.